السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في عيادة الدكتور أحمد سابرينا فرع المانيا. النهاردة إن شاء الله حابين نتكلم عن حاجة يعني مودرن ومش مودرن، حاجة بتهم معظم الناس اللي بتشتكي من المشكلة دي، اللي هي قصة البواسير الشرجية. طبعا البواسير الشرجية حاجة كومن جدا بنشوفها في معظم الناس، نسبة أفكشن كبيرة جدا حسب الجريدز بتاعتها، بتيجي في الحمل، بتيجي من غير الحمل، بتيجي للرجال، بتيجي للستات، للشباب، لكبار السن، ليها أسباب مختلفة، ليها درجات مختلفة. العلاج فيها فاريشن كتير جدا من المرحلة التانية للمرحلة الرابعة. طبعا الطب تقدم كتير جدا في قصة علاج البواسير، بالأخص اللي هو من الدرجة التانية وبداية الدرجة التالتة، اللي هو قصة الليزر. وفكرة الليزر إن هو يكون إن أنا عامل عملية من غير ألم، من غير خيوط، من غير جروح، من غير ما ان انا اسيب شغلي، من غير ان انا اقعد فتره باخد علاجات واقعد ما ادفع بتدين. فاصبح قصه الليزر ان انا بروب صغير جدا تحت بنج موضعي او بنج نصفي او بنج كلي على حسب درجه البواسير، ان انا ادخل جوه البواسير نفسها بطريقه معينه وادي جول معين من الليزر بطيب معين، وهي بطريقه ما بتحصل شرينجش او ان هي تكش بعد ما تقفل البلاد سبلاي او الدم.